أيضا في ذات السياق ينضم إلينا الأستاذ علي طرفاية الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ طرفاية أهلا بك معنا في هذا النقاش على إكسترا نيوز. رسائل عدة حملها إذن هذا اللقاء بين الرئيس السيسي ومشايخ وأعيان القبائل الليبية، يعني كما رأينا أن القبائل الممثلة في هذا اللقاء متباينة وتغطي يعني المساحة الجغرافية في ليبيا بكاملها وكافة هذه القبائل، فكيف يتلقى الداخل الليبي وأبناء ليبيا ما جاء على لسان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من رسائل يعني لإحلال سلام واستقرار، وأنه الأهمية هي لوحدة ليبيا واستقرار ليبيا، وأيضا على لسان شيوخ قبائلهم من أنه يعني يدعمون ويثمنون الرؤية المصرية؟ يعني ما فيش شك لقاء النهاردة هو بالغ الدلالة ويوجه أكثر من رسالة للمجتمع الدولي ولجميع دول العالم قاطبة، يعني بتأكيد الوحدة العضوية ما بين المجتمعين المصري والليبي. هذه العلاقة علاقة تاريخية وعلاقة لها إطار كبير جدا، اتضحت معالم هذا الإطار اليوم. يعني إبان الغزو الإيطالي لليبيا وفي أول يعني جريمة ارتكبها الاستعمار الإيطالي ضد الليبيين، استنجدت امرأة الليبية بالشعب المصري في أبيات من الشعر الشعبي، ولبى المجتمع المصري نداء هذه المرأة، وكانت هناك مقاومة شعبية ضد الاستعمار الإيطالي انطلقت من هنا من مصر. ما بالك اليوم هناك أكثر من 150 شيخ قبيلة يمثلون كل القبائل الليبية بما فيها حتى قبائل التبو والطوارق، جاءوا إلى مصر يعني ليؤكدوا يعني عمق هذه العلاقة، وليؤكدوا أن الشعب المصري والشعب الليبي هو شعب واحد بحكم علاقة الجوار، بحكم التداخل الديمقراطي ما بين البلدين. ما يحدث في ليبيا هو يؤلمنا كثيرا نحن هنا في مصر، وكما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني قبل أن يكون هناك أي تدخلات في الشأن الليبي، يعني كانت مصر تراقب الأزمة الليبية وتترك يعني تفاعل هذه الأزمة بين الليبيين، لكن عندما دخلت أطراف خارجية على الخط ودخلت أطراف خارجية من أجل تزكية هذا الصراع ووضحت يعني أجندات خارجية ونوايا خارجية خبيثة تهدف إلى استغلال ليبيا كمركز لخلخلة أمن واستقرار المنطقة العربية، هنا مصر قالت كلمتها. ما في شك أن مصر لن تسمح باستمرار الفوضى في ليبيا، مصر حريصة على أمن واستقرار الليبيين. نحن رأينا ترحيب القبائل الليبية بالمبادرة المصرية، وسمعنا حتى كلمة الشيخ صالح الفاندي من قبائل طرهونة من غرب ليبيا، وعلى الرغم ما تعرضت له منطقة طرهونة من جرائم كبيرة، إلا أن الرجل قال نحن مستعدين حتى لنتنازل عن كل الماضي بكل مساوئه بكل جرائمه من أجل أن يجلس الليبيين مع بعضهم البعض وفق ما جاء في المبادرة المصرية، وإكراما للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أجل إنهاء هذا الصراع. هذه رسائل بالغة الدلالة وتؤكد يعني مدى ثقة المجتمع الليبي في القيادة السياسية في مصر، مدى ثقة يعني كل الليبيين ومراعاتهم لهذه العلاقة، وأن مصر هي يعني الحصن الحصين للأمة العربية، وأن مصر بالفعل هي عاصمة الدول العربية، وأن مصر لن تسمح أبدا بأي حال من الأحوال بأن تتفاقم الأزمة في ليبيا بالشكل الذي يشكل كل هذه المخاطر، وسوف تكون حريصة وبشكل جاد من أجل إنهاء هذا الصراع وما كان الخط. طيب. نعم. طيب أستاذ علي، يعني أيضا رسالة أخرى مهمة توقف أمامها الرئيس السيسي، قال إنه مصر لا تحمل أي مواقف سلبية للقيادات في المنطقة الغربية أو للشعب في طرابلس، كما أشار للمحطات المختلفة التي جمعت بين السيد السراج والمشير حفتر في أبو ظبي، في باريس، في باليرمو، وأيضا يعني لمصر في يعني في النهاية كان إعلان القاهرة الرؤية المصرية ومبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية، وبالتالي يعني هل يمكن البناء على هذه المحطات في الوقت الحالي؟
يعني ما فيش شك، منذ العام 2014 ومصر تبذل جهود كبيرة جدا من أجل إنهاء هذا الصراع، ويعني تبذل كل ما من شأنه أن يؤدي إلى استقرار وأمن الدولة الليبية. نعم. في العام 2014 استضافت مصر مؤتمر للقبائل الليبية هنا في القاهرة من أجل يعني تكسير الفجوة، فجوة الخلافات ما بين القبائل بعضها والبعض الآخر، وقد نجحت في هذا. كان هناك مسار سياسي في هذا الإطار وقطعت فيه أشواطا كبيرة، ترتب عليه لقاء أبو ظبي ما بين السيد المشير خليفة حفتر وفايز السراج، وكانت لقاءات بعد ذلك في باليرمو في إيطاليا وفي باريس. لكن للأسف التدخلات الخارجية أفسدت كل هذه الأمور. هناك دول تدعم في الجماعات الإرهابية وتنقل الإرهاب إلى ليبيا، ومن مصلحتها استمرار الفوضى في ليبيا وعدم الاستقرار، لأنها لها أجندات خاصة ولها طموح في المنطقة يتعارض مع استقرار ليبيا. طالما أن هناك فوضى وطالما أن الجماعات الإرهابية هي المتحكمة والميليشيات، تستطيع هذه الدول أن تمرر أجندتها. مصر يعني نسقت، كانت لها آلية تنسيق مع المنظمات الإقليمية سواء الجامعة العربية أو الاتحاد الإفريقي، كانت هناك آلية للتنسيق مع الأمم المتحدة مع الدول الفاعلة في الأزمة الليبية، والدول الفاعلة أيضا في المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى رؤية تنقذ الشعب الليبي من هذا الدمار. ليبيا يعني دولة لها اعتبارها في يعني الاستراتيجي من حيث موقعها الجغرافي في المنطقة، دولة لديها احتياطات هائلة من النفط ومن الغاز، لديها مقدرات عظيمة، دولة بكر عدد سكان محدود جدا، ورغم ذلك يعاني الشعب الليبي العوز، يعاني يعني حالة رهيبة من الخوف ومن الرعب ومن الترقب. يعني أصبح المواطن الليبي حياته رهن رصاصة يطلقها مرتزق أو إرهابي هنا أو هناك. مصر تسعى إلى إعادة إنتاج الدولة الليبية، تسعى إلى بناء مؤسسة عسكرية قوية تكون ركيزة للبناء عليها واستعادة مؤسسات الدولة الليبية، تكون قادرة على حماية حدود الدولة الليبية المشرعة من كل مكان، لأن أيضا يعني ثمن الفوضى وثمن الانفلات الأمني في ليبيا نحن دفعنا ثمنه هنا في مصر ما فيش شك. نعم أستاذ علي. نعم لذلك مصر طيب. حريصة على الوصول بليبيا إلى بر الأمان، وضعت خط أحمر من أجل وقف إطلاق النار، من أجل إتاحة فرصة للليبيين للجلوس مع بعضهم البعض. وأنا أعتقد أنه لا هناك لا توجد أي صعوبة في أن يجلس الليبي مع الليبي وأن يكون هناك حوار ليبي ما بين الليبيين وبعضهم البعض. لذلك يعني كان تأكيد مصر طوال الوقت وتركيز الرئيس السيسي في هذه الكلمة طوال الوقت على أنه مصير ليبيا بأيدي الليبيين، الأولوية هي لإحلال السلام والاستقرار، لوقف الاقتتال ولإعادة إطلاق العملية السياسية. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ علي طرفاية الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي.